ما أعرف يحبكي كل حاجة نصيب، سواء كنت معاكم أو لا أنا مبسوطة بالتجربة هذه. طيب حلو، هذه الأخبار الحلوة. شكرا شكرا جزيلا. أنا انقبلت يعني قصدي. إيمانا بمقولة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كل عناصر النجاح موجودة لخلق شيء عظيم داخل المملكة العربية السعودية، وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي. كان سبرايز. ترشيحي طبعا جاء من الجامعة، فكان من الطلاب العشر الأوائل في الجامعة في التخصص. تعرفت على البرنامج من بوابة للجامعة للخريجين، بعد فترة جاني اتصال منكم بأن الجامعة رشحتني. كان يعني شعور صدمة، لأنه أنا ماني عارفة مين اللي رشحني وكيف وإيش الموضوع. كانت مرحلة حلوة مرة، لأنه اتفاجأت وأنا لي سنة متخرجة. ما توقعني، أنا لما تخرجت ما درت شو أسوي، إيش أشتغل، إيش أسوي. في البداية أول ما جاتني الإيميل حسيت إنه أخيراً فرصة إني أروح أدرس برا. بعدين لما اختبرت شوية خفت، عشان كان الاختبار شوية مو سهل قد ما توقعت. البروسيس كان جميل، مرتب جداً، تختبر اختبار تحديد الكفاءة. تشالنجينج بس كان انترستينج، لأن القطع اللي موجودة فيه كانت ريليتد تو ذا ريل وورد. أول مرة تجيني الفرصة إنه أنا أقعد مع الدكتور المعد للاختبار وإني أناقش نتيجتي. أخذت قرار إنه أخذ الخطوة الجاية اللي هي الماجستير، فلقيت إنه هذه فرصة جميلة إن الواحد يقدر يتخذ هذه الخطوة الجاية. الحقيقة المبادرة تهتم ب إعطاء الفرصة للنوابغ السعوديين للابتعاث في أحسن الجامعات العالمية في التخصصات التي تخدم ورؤية سيدي ولي العهد. I got accepted into the program. Yeah. I was so proud of myself إنه it got me here. من جد ما توقعت، ما كان حاجة مرتبتها. مش صدمتيني بالبيت. الحقيقة استانست جدا، فرصة كانت عظيمة بمناسبة اني اروح اطلع وادرس برا في جامعة. جدا مسرور طبعا بالفرصة هذه انها جاتني، لاني كنت انتظرها من فترة طويلة. اكبر شيء اتمناه في حياتي، وهذه من اول الخطوات ان شاء الله اللي تخليني يعني احقق احلامي، اوصل للي ابغاه.